سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير مساء الخير. مدينة الأغواط، المدينة الجميلة، المدينة المضيافة. على بالكم يا أطفال باللي عمو يزيد زار مدينة الأغواط عدة مرات، وفي هذه القاعة بالذات كان عمو يزيد أقام أجمل الحفلات. والله جمهور ولاية الأغواط من هذا المنبر رافقنا المرأة الجزائرية من هذا المنبر رافقنا المرأة الجزائرية في تحدياتها، وها نحن اليوم نرافق أبنائها، وها نحن اليوم نرافق أولادنا أبنائنا من أجل التنشئة السليمة، من أجل التربية السليمة، من أجل قيمنا، من أجل الانتماء لوطننا الحبيب. إذن أحبائي مرحبا بكم، راكم فرحانين لكم هنا؟ راكم فرحانين؟ إذن أحبائي في هذا الحفل الرائع من تنظيم قطاع الثقافة تحت إشراف السيد والي ولاية الأغواط برعاية مجمع الشروق شركة رامي وشركة شيبس مهبول، جيناكم اليوم باش نفرحكم في هذه المناسبة السعيدة، في هذه المناسبة اللي هي اقتراب العطلة، انتهاء الامتحانات، يعني عدة مناسبات. ما يخفاكمش بلي هذه الأشهر هذه مليئة بالمناسبات. أحبائي تحبوا الدراسة؟ على بالكم عمو يزيد يبغي ويحب الدراري اللي يقراو مليح، الاطفال اللي يقراو مليح، لان سر النجاح هو العلم يا احبائي، العلم والمعرفه. على بالكم بلي العلم والمعرفه هو الشيء اللي نقدروا نفتخروا به، الانسان يفتخر بعلمه وباخلاقه. اذا عمو يزيد راه تاكل عليكم باش يكون عندكم علم واخلاق. نبداو بالعلم. كاين أغنية جميلة جميلة تتغنى بالقلم، عمو يزيد يقول فيها: قلمي قلمي صغير الحجم ولكن ب
بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. أي صفحة قلمي؟ صفحة أربعة اللي عندهم الكتب يتابعوا معنا. صفحة أربعة قلمي، قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. يلا تغنوا معايا كامل قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. حتى لا يمحيه النسيان، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. شكرا 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 أحبائي. القلم هو رفيق التلميذ النجيب، هو رفيق التلميذ الناجح. إذن الاعتناء بالأدوات المدرسية. أحبائي، شكون يقدر يقول لي ما هي المدينة، ما هي المدينة الأكثر كثافة سكانية في ولاية الأغواط بعد مدينة الأغواط؟ على بالنا بلي مدينة الأغواط هي الأكثر كثافة سكانية، ولكن المدينة الثانية اللي فيها، شوفي أصدقائنا، شوفي أصدقائنا. واسمك بنتي؟ ما اسمك؟ مسعودة. مسعودة، الله يبارك بنتي. شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. ما اسم المدينة؟ هي أفلو. مدينة أفلو.
أفلو، راح نصعب لك شوية السؤال عبالي بلي الشطرة. مدينة أفلو تنتمي لولاية الأغواط، ولكن قبل ما تكون تابعة لولاية الأغواط كانت تابعة لولاية أخرى، عندك فكرة؟ لا. قبل التقسيم الإداري تاع سنة كذا، راح نطرح لكم يكون سؤال، عندك فكرة كانت تابعة لأي ولاية؟ ولاية مش بعيدة يعني على الحدود. غرداي. غرداي. لا لا ماشي غرداي. لمن كانت تابعة؟ شوفي الشاطر هذا، واسمك ولدي؟ زكريا. زكريا، شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة، شاطر في الدراسة؟ نعم. الله الله يبارك. لمن كانت تابعة مدينة أفلو لأي ولاية قبل ما تكون تابعة لولاية الأغواط؟ الجزائر. لا 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 يا صديقي زكريا لا. شوفي الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ مريم. مريم، شحال في عمرك مريم؟ 10. 10 أيام؟ 10 سنين. 10 سنين. لأي ولاية كانت تابعة؟ تيارت. ولاية تيارت، برافو برافو. ولكن السؤال مازال قائم، في أي سنة أصبحت تابعة لمدينة الأغواط، لولاية الأغواط؟ اي سنه؟ 84. تعالي تعالي جيبوها جيبوها، تعالي تعالي، معلش نقبلوا من هالجواب. احبائي ولايه الاغواط اصبحت ولايه في سنه 1984 بعد التقسيم الاداري، اللي قبل منه مدينه افلو كانت تابعه لمدينه تيارت. تعالي بنتي، شحال جبتي المعدل؟ 6. هاد المرة عطاوكم معدلات، شحال جبتي؟ ما عطاوناش. مازال ما عطاوكمش، والعام اللي فات؟ 6. شحال؟ 6. 6 يعني 12 على 20. جميل جميل بنتي. وانت يا ملي قراو بزاف ولا تقراي غير شوية؟ كنت في السنة الثالثة نقرا زين، بعدك جاتني أستاذة نزير. سمعتوا؟ لازم تسمعوا واش قالت. مهم جدا جدا جدا. عاودي قولي لي. كنت نقرا زين في السنه الثالثه، من بعدك جاتنا استاذة مزيره، ما عدتش نقرا. سمعتوا؟ سمعتوا؟ قالت لك كنت نقرا زين في السنه الثالثه، ولكن في السنه الرابعه جاتنا استاذة مزيره. أنا حبيت نفهم هذه مزيرة واش هي؟ يعني مزيرة واش معناها؟ يعني أنا حبيت نفهم واش هي علاقة التزيار يعني بالدراسة تاع الطفل؟ هذا هو المشكل. تعرفوا؟ كاع الأساتذة تاعكم مزيرين وقيلا. معليش معليش، أنا حبيت نوصل برك باش نهضروا على المعلم ودور المعلم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يا أحبائي، المعلم هو رفيق الدرب. عمو يزيد الغني على معلمي، معلمي يقول فيها: كنت جوابي عند سؤالي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي، من كل جهل صنتني، إلى العلا قدمتني. يا أحبائي، المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا، ولكن حنا تاني نوجه رسالة للمعلمين والمعلمات اللي حنا نقدسوهم. المعلم يقدس، ولكن البيداغوجية مهمة، طريقة تمرير المعلومة مهمة جدا. شوف شوف مع نفسك، لما تكون في البيت حبيت ولدك ولا بنتك يدير حاجة، لما تروح معاه بالعنف راح ما يديرهاش ولا يديرها عن إكراه، ولكن إلا قنعته وهدرت معاه راح يديرها بفرح وسرور. حنا ماذا بينا ولدنا يكونوا مرتاحين. إذا بنتي، أنا مررنا رسالة للأستاذة تاعك تاع السنة الرابعة باش ما تكونش مزيرة، وانتي يا تاني لازم تقراي مليح يا أخي. نعم. أعطيني الهدية تاع مريم، أعطيني الهدية تاع مريم. إذا مريم بنتي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. نعم. نعم، قولي شكرا. كيفاش نعم؟ شكرا.
معلش بنتي عمو يزيد يحب يضحك معك برك. تقدر تقعد معنا، خلوها تبقى معنا. أحبائي المعلم مقدس، تغنوا معايا. معلمي معلمي من كل جهل صنتني، إلى العلا صحبتني، إلى المجد قدمتني، من كل جهل صنتني. يلا تغنوا معايا معلمي معلمي. يلا للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 معلمي، من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني. معلمي معلمي زودتني علما، نورت به دربي، زودتني علما، نورت به دربي. كنت أبا وأما يا نعم المربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 معلمي، من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني. معلمي معلمي تحملت دعابي في القسم ومزاحي، تحملت دعابي في القسم ومزاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 معلمي، من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني. معلمي معلمي وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي. معلمي معلمي للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني. معلمي 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 معلمي، من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني. معلمي معلمي من كل جهل صنتني، إلى المجد صحبتني، إلى العلا قدمتني، كنت جوابي دوما في سؤالي. أحبائي المعلم المعلم رفيق الدرب، المعلم يحترم، المعلم يقدس. يا أخي أحبائي هذا وعد، هذا وعد. شكون يعرف الأغنية تاع باش نهضروا على المعلم كيعاقبكم كي ما ديروش الواجبات؟ يا أخي يعاقبكم المعلم ولا المعلمة، ولكن ما لازمش توصل نفسك للعقاب. يلا تغنوا كامل معايا. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي
بأشد العقاب، ولكن في الأخير عمو يزيد يقول: من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أحبائي، تراكم الواجبات مش مليح، تراكم الواجبات قادر يؤدي بك أنك ما تحبش الدراسة. لازم الواجبات تكون في وقتها. إذن كامل معايا: ويلتي يا ويلتي. بأشد العقاب ويلتي يا ويلتي لن أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قالت: أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت: أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي، ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت: أريني واجبك. فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها: كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا شكرا شكرا، برافو برافو برافو. أحبائي، إذن من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. إذن يا أحبائي، شكون هذه؟ أرواحي، تعالي تعالي. واسمك واسمك؟ دير بيزو عمو يزيد، دير بيزو. خلاص ديروا لها مكان، تبقى معنا، ديروا لها مكان، تقعدي مع مو يزيد. يلا احبائي، الواجبات ثم الواجبات، الواجبات ثم الواجبات.
واسمك بنتي؟ سلمى. سلمى، شحال في عمرك سلمى؟ 11 سنة. واو شاطرة. تقراي سلمى؟ وش بالسنة تقراي سلمى؟ في السنة الرابعة ابتدائي. واو، شحال جبتي المعدل؟ 6 في الفصل الأول، و6 في الفصل الثاني، و6 في الفصل الثالث. ما حبيتيش تحركي من 6 سلمى؟ برافو برافو برافو. إذا شوفوا يا أطفال، سلمى تقرأ وتجيب معدلات جميلة، وراي حبة تزيد تقرأ وحبة تزيد تنجح. إذا أنتم يا أحبائي لازم يكون عندكم نفس الإرادة. يا أخي سلمى، أيا بنتي بقاي معنا. إذا قلت لكم كم من دائرة إدارية في ولاية الأغواط؟ شوف الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ إنصاف. إنصاف، شحال في عمرك إنصاف؟ 12 يوم؟ سنة. سنة، الله يبارك. شحال كاين من دائرة إدارية في ولاية الأغواط؟ 12. لا 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 لا، ليست ب 12. شوفي الشاطر هذا، واسمك؟ بدرو. بدرو، بدر الدين يعني، الله يبارك. شحال في عمرك بدرو؟ 10. 10 ايام؟ 10 سنة. 10 شهور؟ 10 سنة. 10 سنوات، الله يبارك الله يبارك. قل لي بدرو، شحال من دائرة إدارية في ولاية الأغواط؟ 24. 24 دائرة، إن شاء الله إن شاء الله كيما اليوم إن شاء الله. هما الدوائر الإدارية راهم يزيدوا يزيدوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ولكن ماشي 24. معليش، شوفوا الشاطر هذا، واسمك؟ عطا الله أبو ركنة. عطا الله، شحال في عمرك عطا الله؟ 12. 12 يوم؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك الله يبارك. شحال من من دائرة إدارية؟ 6. لا لا، ماشي 6، ماشي 6. شوفوا الشاطر هذاك الاول هيك، يلا واسمك ولدي؟ عبد العزيز. عبد العزيز، شحال في عمرك عزيز؟ 12. 12 يوم؟ 12 سنة. 12 سنة، شحال كاين من دائرة في ولاية الأغواط؟ 10. 10، تعال 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 تعال. شحال جبت المعدل؟ 17. واو، تصفيقة وزغاريت على 17. 17، عطونا زغاريت ينسى، عطونا زغاريت. أنا نحب الدراري والأطفال اللي يقراوا مليح. جميل جميل، بالتوفيق ولدي بالتوفيق. عطيه الهدية تاعو. إذا عبد العزيز شمس مهبول، راعي حصة مع أمو يزيد وراعي هذا البرنامج، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. تفضل وليدي. شكرا. العفو العفو، شكرا وليدي، تفضل. العفو العفو. أحبائي، الجد في الدراسة، عبركم ما هو السر؟ ما هو السر في الدراسة؟ هو أنك تراجع دروسك في نفس اليوم، هذا هو السر النجاح. إذا خليت هذاك الدرس فاتك يومين، فاتك ثلاث ايام، خليت نهايه الاسبوع، رايح ما تنجحش، رايح ما تنجحش. لان المراجعه في نفس اليوم مهمه. اعطي لي كتاب، كاين اغنيه الجد، واش يقول فيها عمو يزيد؟ يا ابني شمر لي الجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. شوفوا المقطع الأول في الأغنية وش يقول: راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. تغنوا كامل معايا: يا ابني شمر للجد، صفحة 20. يلا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد.
فالجد عنوان المجد. هذا قولي هاني عبدي فالدنيا ميدان الكد. فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. تصبح أنجب من في القسم. والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد. فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد. فالجد عنوان المجد. هذا قولي هاني عادتي فالدنيا ميدان الكد. فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو. ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو. ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد. فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد. فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد. فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن. واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى. من بين الغايات المثلى. فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن. سابق واشغل فيه الزمن. واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى. من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد. شكرا شكرا. الدنيا ميدان الكد يا أحبائي. المثابرة ثم المثابرة. بما أننا على أبواب العطلة، درست مليح في الامتحانات؟ خدمت مليح؟ يلا إلا خدمتوا مليح دركا نغنوا مع بعض أغنية العطلة. عمو يزيد يقول فيها: بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. يلا جاءت العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله
ونجحنا وها نحن اليوم في عقبنا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف اللي جانا ولاية الأغواط. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف، ونشكر الطاقم الاداري اللي دارونا هذا الحفل. نشكر عمو يزيد اللي فرح الاولاد الاغواط، شكر جزيل، وخرج العائلات اليوم في يوم سبت، يوم راحه، يوم حفظ الامتحانات، ولكن في حب في عمو يزيد والاغاني خرجنا كلنا ان نصفقوا له ونغنوا معاه ونقول له شكرا جزيلا. نشكر عمو يزيد ونتفرجوا على قناته. نشكر عمو يزيد ربي يحفظنا. نشكر عمو يزيد على إقامة هذا الحفل وأفرح قلوب الملايين، وشكرا جزيلا.